seesaw that you'd get in a park. The platform we put on now allows the boat to move left and right. We'll end up with a nice roll and pitch of the boat. We're simulating a boat at sea, at rough sea, without the actual sea to do it. Big challenge of the production was to recreate the storm itself. We're going to put up the rain, the wind, and the water cannons. So these get filled with water, that gets pressurized to about between 8 and 10 bar. Once we release that pressure, the water is going to kick out of here. 3, 2, 1. ومع مضخات الماء اللي مدونا فيها الدفاع المدني مشكورين وما قصروا من بداية التصوير لنهايته. محركات الهواء اللي استخدمناها بالتعاون مع اتحاد الرياضيات الجوية جزاهم الله خير ما قصروا. We're going to be positioning wind machines at the back and the stern of the boat so that we can then achieve the rain blowing in across the dhow. رتبنا فيه الجرين سكرين عشان نستخدم فيها الجرافيكس على اعلى مستوى. Thousands of square meters of chroma key. رتبنا فيه نظام الإضاءة متكامل عشان يخدم هذا الحدث. وفرنا طبعا هذه المعطيات كلها عشان يكون على مستوى سينمائي عالي ان شاء الله افضل بعد. Working with actors here was especially interesting because they are not real actors as a professional actor point of view, but they're naturals. اللي أدوا المشاهد فيها الشخصيات الرئيسية هم شباب قطري ما قصروا عندهم دراية وخبرة في البحر وهم أصلا متبنين هذه القيم في جذورهم في أساسهم. الحمد لله طلع تعاونهم وأدائهم أكثر من رائع. مبارك راشد الخيرين الهاجري الدور إن شاء الله بيكون ناخذه. Only the captain is going to wear the thob, which is the garments that they use even in those days. مثل ما تعرف المحمل في السفر ماخذ له كم يوم. المشهد يجب ان يكون مشهد اشخاص في سفر. الشعر، اللحيه، الشنب، الشكل، البشره مع الشمس شلون صارت داكنه. يعني فريق الميك اب قدر انه يرتبها بترتيب ممتاز. أول يوم تصوير لنا وراح يكون دوري القلاف والله يوفق. الموقع الثاني صورنا في البحر نفسه استخدمنا محمل اليازي. الميك اب طبعا هاي أول مرة في حياتي أسوي لي ميك اب وبستسلم أنا بسلم أمري لهم. وما الحين بنصور. كان المشهد يحتاج إلى جو صحو قبل العاصفة وبعد العاصفة. الموقع الثالث هو الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي. استخدمنا المسبح مالهم لمدة 3 أيام. طبعا المسبح مالهم كان مجهز خلق موجات شديدة مع استخدام بعض الأنظمة الهواء محركة الهواء الداخلية عندهم. استخدمنا في هذا التصوير تصوير الإضاءة في الماء مصورين تحت الماء. استخدمنا مؤدين مشاهد خطرة. As a director, I mean, it was really a gift, a project like this. Thank you.
طبعاً فريق العمل مشكورين، ركبوا الأمواج، تخيلها مع الخلفيات الخضراء شلون فجأة يندمج الجو الصحو، تجيك أمواج على مستوى عالي جداً، كنا نحاتيه شلون بيطلع بأفضل صورة. بشركم صورنا وانجزنا. المحمل اللي تم تصميمه نقلناه إلى فعالية درب الساعي، وخليناه في فعالية البدع. فعالية البدع فيها فعاليات وفيها أنشطة بحرية. بعد ما يطلع الفيلم يتم يشوفون الجمهور، طبعا بيزورون الفعاليات يشوفون، فراح يرتبط في ذهنهم هذا المحمل، بس ما راح يرتبط كأي محمل عادي، راح يرتبط بمحمل معه قيم، معه تكاتف، معه تعاون، معه ولاء، معه عدة. البذل والعطاء هذا شيء أساسي في هالقطر. المؤسس عليه رحمة الله وموت المسلمين يقول أبذل لهم نفسي ومالي وعصبتي وحصن لهم في موجبات النوايب، يقصد هالقطر. وفعلا عليه رحمة الله قال، والتاريخ يشهد القوله بالأفعال، ونفس الشيء استشهد لهالقطر وشاهد لهم بهذا البذل لما قال عنهم ونفوسنا ترخص لنا كل غالي ونرخص بها في ساعة الناس يغلون. وفعلا هالقطر نفوسهم عزيزة وغالية، ترخص أمور الدنيا عندهم لكن يرخصونها في سبيل قيمهم